الحمد لله قسنطينة حافظنا على الملعب الرياضي وكذلك الملاعب الملحقة، فيه صيانة دورية، فيه متابعة. وبهذا المناسبة نقدم كذلك بالشكر للعمال القائمين على هذه الملاعب الرياضية اللي حافظوا عليها في فصل صيف حار جدا ودرجة حرارة مرتفعة. اليوم قسنطينة قدمت للفريق الوطني هذه المرافق خدمة للرياضة وخدمة لكرة القدم الجزائرية.